كم تقيم جمال صاحبتك من 10 بصراحة؟ صراحة؟ طالع فيها؟ يعني أحس يمكن 2.5. صراحة صراحة ما حأكذب. ليه بتفشريني قدام الناس؟ ليه بتفشريني؟ ما أقدر أسلك أنا صريحة. دقيقة ليش 2.5؟ يعني عشان ما في أحد أحلى مني. طبعا ما في أحد أحلى مني. هي ليش 2.5 يعني؟ هي ليش؟ يعني عشان يعني ما أدري خلاص يعني أنا أحلى طبعا يعني كويس إني أديتها 2.5 صراحة. هذا خويك؟ أيوة هذا خوي. كم تقيم جمال خويك من 10؟ أشوف والله أحلى الحلوين، ما تلقى أحلى، ما تلقى أحلى منه. كم تقيم؟ لو قال لك في 1,000,000 من 10 ما عندي مشكلة والله. بشكل